مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلا جدا سهلة وسريعة للأطفال. عنا بسكويت اوريو، شوكولا مشكل، ودوبت كمان 100 جرام شوكولا خام. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بغطي البسكوت بهيدا الشكل بالشوكولا. حلوة هيدي للمناسبات، كتير بيرغبوها الأطفال. هيدي الطريقة كتير حلوة للمناسبات وبتنفع كمان للكبار. كمان بحطها على ورقة الزبدة بهيدا الشكل، نفس الشي بغطى بالشوكولا. طريقة كتير سهلة وسريعة ورائعة. خفف شوي الشوكولا بهيدا الشكل. بحطها على ورقة الزبدة. برش عليها احط اللون الابيض، يطلع كتير بيعطي شكل حلو بهيدا الشكل. تتحضر تقريبا بحوالي 5 دقايق لكفي هيدولي. هول البسكويت بعد ما غطيتهم بالشوكولا وحطيت زينتهم، هلا بحطهم بالبراد حوالي 10 دقايق، بنرجع بنشوفهم مع بعض كيف صاروا. هذا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد اكلها شي 10 دقايق، لنشوف مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل. هلا بنحطهم بصحن وصاروا جاهزين للتقديم. هذا الحلو اللي عملته انا وياكم، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.